هذه كرة عرضية عند شباب الأردن، جول جول. هذا هو دوغلاس، هذا هو التعويذة، هذا هو البرازيلي في كل مرة يدخل بديل يسجل. دخل بديلا مع الحسين وسجل، دخل بديلا مع البقعة وسجل، ويدخل مع الفيصلي ويسجل. البرازيلي دوغلاس صاحب الهدف الثالث الآن في بطولة الدوري، يسجل هدف التعادل في الدقيقة 90، في الدقيقة 90 في حالة من الارتقاء والثقة الزائدة، زيادة عددية، وفي مواجهة عبد الله الزعبي دوغلاس يسجل هدف التعادل. شباب الأردن 1 الفيصلي 1 في الدقيقة 90، في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي. شباب الأردن يحصل على هدف التعادل، وأربع دقائق وقت بدل ضائع، أربع دقائق وقت بدل ضائع، وقت طويل وفرحة هستيرية لآل بزور.